بهنيكي، برافو عليكي يا بنتي عنجد. عم تقنعوا العالم يشتروا من الكريمات يلي عملتوهن ويستخدموهن، بس ما عم تقدروا تخلوا الشاب يشرب كأسة شاي صغيرة؟ لك شي طبيعي انه تفلسوا. يلا بنلاقي طريقة، بحكي معك بعدين. أي سكري هلا، أنا بحكي لك. يعني سكري ببيتك، يلا روحي أوهم، خدي هدول معك، يلا روحي يعني. ماني فاضية لك هلا، خلاص بيزبطوا معك، أنا مستعجلة كثير. باي الله معك. خبريني شو صار معهم؟ أغبية ما قدروا يخلوا يشرب من الشاي. يا عن جد طلعوا كثير أغبية. يا الله ما أغباهم بناتك. ليكي اسمعي، تركت لك شوية شاي لتشربي منه، قولي لي وين رحتي فيه ميرفت؟ خبيتهم، تركت شوي منهم مشان كبرتي يا وهيبة. والله هذا شو هالحكي؟ لا تقولي هيك. ايه شو رح نعمل هلا والشاب اكل ضربي على راسه؟ ليكي وهيبة، انت لساتك شباب وبعمر صغير مو هيك؟ ايه من ام نعمله للشاي من جديد؟ مو مطوعني قلبي نتركه هيك. هالشاب المسكين فقد ذاكرته يا علي. شكرا كثير يا رفيقتي، بتمنى انك تضلي منيحه. يا حبيبتي رح اتصل فيه. يلا يلا اتصلي. يلا. الو مرحبا. الو جان. امي، هاي امي. قلتي لي على العشاء اليوم؟ فكره حلوه كثير، فكره مثاليه. لا ما أنا فكرة حلوة ريهام، بدي أشتغل كرمال الحملة تبعنا. تمام، لكن إذا بدك بناخد الشغل على البيت. يعني نحن عم نحضر للامتحانات ريهام؟ لو سمحت. إيه بس يعني أنت ما رح تأكل هنيك. إيه ابني إيه؟ خلاص بتأكل هون. إيه؟ مثل ما بتأكل هنيك، يعني ما بقاطعك عن شغلك. أصري عليه أكتر. خلاص لو سمحت لا تخجلني. اللي له كرمال الله. أنا ما رح أطلب منك غير هالطلب الصغير. أو بزعل منك كتير والله. مو بس انت، بقصد كلنا رح نزعل. أنا كمان رح أزعل كتير إذا ما إجا خليجي. مو بس أنا اللي رح أزعل، الجيران كلهم بيزعلوا. وافق، قيمة التليفون عن إدنان. أنت كنت تحب أمي كتير، يمكن ما بتتذكر، بس صدقني أنت كنت تحبها وتحب الأكل اللي بتعمله كمان، لهيك لا تكسر بخاطرة. وافق لا تزعلها. طيب خلص رح اجي لعندكم على العشاء اليوم المساء. شكرا ابني. ايه تمام. عن جد شكرا كثير لك. لا ولو، خلص اليوم المساء بشوفكم. برافو. صار مثل ما بدنا. يسلموا يا رفيقتي. ولو تكرمي. أنا لازم روح على السوق، بدي جيب أغراض العشاء. يلا لكن بروح معي. شوفي ومنجيب كل شي سوا. نهاد. ها تعال اسمعني، جان جاي لعنا اليوم لهيك بدي جيب أغراض للعشاء. ايه كتير منيح، معناتها أنا رح أجهز كل شي وشغل الفحم وحضر اللحمة وأرجع. لا لا استنى، ما تروح عند اللحام. روح لعند بياع السمك. إيه؟ السمك طيب، أحسن. شو رح أشتري من عنده؟ ما فهمت. سمكة. إيه إيه؟ طيب وأخطبوط. إيه إيه؟ كمان وبلح البحر. وغيره. بلح البحر وحبار. إيه إيه وجيب محار كمان. إيه إيه صح. إيه وجيب معك سرطان البحر. سرطان البحر؟ إيه؟ شو هاد؟ بيكون شكله مثل حشرة كبيرة. ما بنعرف كيف ناكله هذا. طيب اشتري كل شي عنده. ايه كل شي. اسمعني جيب اكليل الجبل وجيب كمية كبيرة. مزبوط، لازم ينطبخوا مع بعضهم لانه الاكل. إيه؟ البحري مع اكليل الجبل مفيد كتير ونشط الذاكرة، اكيد بتعرف بهالقصص. إيه مو صح، هالاكل كتير مفيدة، كتير مفيدة. ايه بعرف. طيب ماشي. يلا رح اجيب لكم كل شي عنده. رح اروح هلا. يلا روح لك. حبيبي يا الله شو بحبه. يا الله شو هالحكي، اي حب هذا اللي عم تحكي عنه؟ كيف ما بتعرفوا سرطان البحر؟ لك مين عم يحكي؟ ليش انت بتعرفي؟ اكيد بعرف سرطان البحر. ايه ايدي مثل المقص هيك، يا ما عملته من قبل. هدول الصور مو حلوين ابدا. ايه معك، لازم نحاول نكون مبدعين اكثر. سجلت كل شيء. طبعا لازم نتدرب اكثر ونطور حالنا. ايه خلونا نطبع الخطه على ورق ونوزعها. فكره حلوه. الاول خلينا نكتبهم هون. كيف ما خطر لي؟ لك شبك شو القصه؟ اسمعوني يا شباب، رح قلكن شي ما إله علاقة بشغلنا. هلأ خطرت لي فكرة خطيرة. شو هي الفكرة؟ ما رح نضيع وقتنا بالشرح هلأ. ليكي رح أطلع أنا وجانا من الشركة، لازم تدقيلي بعد 10 دقايق. أوكي بس شو بدي قلك؟ قولي شو ما بدك. وإذا بدك فهمت. ما تحكي أنت، بس دقيلي. أوكي. شبهة هاي جنة، صايرة كتير غريبة على فكرة. ايه فعلاً. دقت لي سكرتيرة عاصم. شو قالت لك؟ لازم نمشي بسرعة لأنه قالت لي رح يعملوا اجتماع ضروري ونحنا لازم نحضره معهم. تعرف أنه أنا نسيت موبايلي هون؟ معقول نروح لعندهم أمتى ما بدهم؟
هذا الشغل مهم كتير للشركة، يعني نحن لازم نروح. يلا لازم نكون موجودين. امشي بسرعة يلا قوم جان، هذا الاجتماع مهم كتير لإلنا. لو سمحت امشي يلا. يلا ليكني جاية. بتضلي متوترة على طول؟ لا. طيب اهدي، هو اجتماع صغير. معك حق. ها التليفون عم يرن. أهلين أنسة نادين. يي شو؟ مين نادين؟ والله أنا ريهام. ما مين بعرف. هي مين هي نادين؟ ريهام؟ يمكن قصدها هديك البنت نادين. معقول يكون هي نفسها سكرتيرة عاصم بيك؟ معقول يكون صاير معها شي مو منيح؟ اسأليها لشوف. عن جد؟ يلا ما في مشكلة، بس كيف صار هيك؟ ماشي. طيب خبرينا لما يصير منيح ويتحسن وضعه لو سمحتي. شوف. طيب ما تنسي تخبرينا شو بصير؟ ناطرين اتصالك. تمام. اتفقنا. مع السلامة، منشوفك. هلا فهمت عاصم مثل بيك صاير معه مشكلة. يا خسارة، هالشغل كان فرصة منيحة كتير للشركة، كنا رح ننجح بس شكلنا رح نفشل. هلا متأكد انه في شي تاني عم بيصير. صدقني جيجي. ايه دارين؟ لا تقلي رح تبلش حكي بلا طعمة هلا. ما تضغطي علي. ريهام عم تخطط لشي، عاصم ونادين ما دخلن بالقصة. معقول هالحكي؟ طولوا بالكم. شو رأيك تشغل مخك شوي؟ مالن أي علاقة بهذا الموضوع. أنا ما عاد عم أفهم شي بهالشركة. طول بالك. ريهام عم تفكر بشي تاني. ايه صح، أكيد عم تخطط لشي. هلا أنا عاصم بيه؟ حاجت تغابة. لعيت لي قلبي. يعني أنا بدي أخذ دور عاصم بيك، حاسس حالي تعبان، معقول مرضت؟ لا لا يا حرام. خير شبه شو صاير معه؟ ما بعرف، يمكن نزل ضغطه أو ارتفعت حرارته بسبب الطقس. بتمنى يصح فورا، شكلنا رح نعلق بالعجقة. بتعرف شو حاسة؟ إنه معدتي بلشت توجعني، حاسة حالي تعبانة كتير. شو رأيك نوقف بشي مكان كرمال أخذ نفس وشم شوية هواء؟ إيه أكيد يلا. حاولي ما تتوتري مشان معدتك. معدتي بتوجعني دائما، يمكن لاني بضل هيك متوتره. عجبك المكان؟ كيف صرتي؟ تحسنت كتير. تذكرت هالمكان؟ برج السيدة والبحر، شو بدي اتذكر؟ شبك لك جدبة، ما كنتوا تتقاتلوا هون دائما وتمشوا عكس بعض؟ تقاتلي معه كرمال يتذكر. كيف هو مو عامل شي؟ شو؟ ما في شي، كنت عم احكي بيني وبين حالي. عطول بتحكي مع حالك؟ لا مو على طول، حاجة كذبة ولا؟ خرسي. هالكلمة كمان لإلها؟ أكيد مو إلك. شبك ليش عم تضحك؟ يعني هالشي بيضحك. ليش؟ لأنه يعني أنا كنت حابب بنت غريبة، لهيك عم تضحك. أنا غريبة؟ تصرفاتك غريبة، ما في داعي تتضايقي، أنا عم بضحك على حالي مو عليكي. أساساً هذا اللي عم يخليني اتضايق، يعني أنا خليتك تحبني من قبل مع أني بنت غريبة. وأنا هذا اللي ما عم بفهمه. اللي شو اللي ما عم تفهمه؟ القصة وما فيها أنه كنا مع بعض وهلأ ما عم تتذكر شيء. ليش عصبتي وعليتي صوتك؟ ماني معصبة. لكن ليش الناس عم يطلعوا علينا؟ لأنه حضرتك عم تعيط علي. الاجتماع كان كذبة صح؟ أنت مخططة لكل هاد. مو مخططة لشي، وإذا بدك اسأله لعاصم بيك. أنت كشفتي حالك هلأ، كيف بدي أسأله إذا هو تعبان وبالمشفى؟ تعرف شو مليت منك. وأنا مليت كمان. رح روح. وأنا رايحة بهذا الاتجاه. ريهام. جان.
جان. امشي. أنت صح. حسست لأنه وما تذكرت. خد هوي. هات. شو هاد؟ هذا اسمه حصان البحر. حلو. تعرف له فوائد كتير كتيرة. وقت بياكل منه جان بف بيتذكر كل شيء. إن شاء الله. ومعه إكليل الجبل. وهلأ صار كل شيء جاهز. ايه. كله تمام. مو ناقص شيء. دهنت بصلصة إكليل الجبل ولا لسه؟ لا لا لأنه ضروري. ما تأكلي هم. خلص. ما تخاف. أنا بفهم بالشوي منيح. كتير منيح هيك. حلو. أهلا وسهلا. إجينا وجوعانين كتير. أهلين ابني جان. أهلا وسهلا. أهلين جان. تفضلي. اهلا وسهلا. شرفت بيتنا. شو الاخبار؟ انتعشت ذاكرتك ولا لسه؟ تذكرت شي يا ترى؟ بابا شبك. عم حاول بتمنى ترجع لي ذاكرتي اليوم. ما تتضايق كنت عم بمزح معك. الصراحه اليوم قررنا نعمل اكلات بتنشط الذاكره كرمالك ابني. الاكل شكله بشهي. شو عاملين يا ترى؟ هي دائما بتعمل اكلات طيبه كتير. حلو. والله ما في شيء من واجبك يا ابني. عملت قريدس وحبار مع اكليل الجبل. كاليماري باكليل الجبل. كاليماري؟ ايه كاليماري. وكمان جات سلطه خضره مع اكليل الجبل وفليفله مع اكليل الجبل وصحن اكليل الجبل. وفي كمان سمك. وعملنا سمك مشوي مع اكليل الجبل. شو رايك؟ انتبه بلا ما تحترق. ما تاكل هم. بقدر افهم هلا انكم دورتوا على النت وعرفتوا انه اكلات البحر واكليل الجبل بيفيدوا الذاكره ما؟ لا ابدا ملعوبه. هيك القصه بنوب. نحن هيك بناكل بالعاده. والبنات متعودين على ابوهم بيشوي السمك مع اكليل الجبل كل يوم. ايه مزبوط. من وين انتو؟ ناكل بالاول وبعدها بنحكي بكل شيء بدك اياه وبقول لك من وين نحن. نحن من هون. قلتي لي من هون. ليش لساتكم واقفين؟ يلا تفضلوا اقعدوا. جعنا كثير. اقعد هنيك. وين بقعد بالعاده؟ اول كرسي تفضل. هونيك. لا تخجل ابني. بيتك. ممتاز. هلا بدوقها. دوق هي اول شيء. طيب رح دوق هي شغله وانا بنصحك تدوق من هي. طيبه. شكرا. هي مفاجاه. شو هاد ماما؟ هي شوربه خضار مع اكليل الجبل. الشوربه مفيده كثير. خذ. ما بكفي هيك سكوب لسه. هدول اقلاص كبيره لسه. كبيره لسه. كول ابني كول. يلا كول ابني. روقوا شوي عليه بلا هالضغط كله. ماشي؟ انا باكل. هات. ما بدي ضل احكي. لا تخجل. البيت بيتك. يسلم. ممتاز. برافو. شراب شراب أكتر يلا. مفيد. شو الوضع؟ كله تمام. رح بلش بالأكل. بتمنى يعجبك. يلا يلا اسكب له كمان الصحن. خد حبيبي. كتر منه. هذا أكليل الجبل. شكرا. اسمعيني ميرفت. حطيت أكليل الجبل وكترت من أم قسري وهلأ رح نشرب الشاي كلنا والشاي الطبي رح صبه لجان. شو عم تحكي أنتي؟ بناتي ليلى وريهام ما بيعرفوا يعملوا شيء أبداً. ما بتتذكري شلون روحوا الشاي اللي أخدوه؟ هلأ رح يصرخ ويقول وينك يا ريهام؟ وأخيراً رح تنجح خطتنا. استني شوي خليني روح شوف صوت الطرقة من وين طلع. يلا باي. بحكيكي بعدين. قال اكليل الجبل. كله اكليل الجبل. شو علاقة اكليل الجبل بكل اللي عم يصير؟ حاطة اكليل الجبل مع كل الاكل. شاي متلج. انا عطشان.
وهيبة يسلموا ايديكي على الشاي المثلج. بتعرفي انه طالع طيب كتير؟ اعملي منه دائما لاني كتير حبيته. ايه مرتي الحساسة مبينة فرحانة كتير. رح اروح لعند الاولاد هلا، الحقيني لا تتأخري. ايه كأنه أكلنا كتير. حموت من إيه يا حبيبتي؟ كل هي كمان. لا لا ما عاد فيني. لك شو وين الشاي؟ أبوك شرب له إياهم كلهم، ما ترك له منهم شيء. لا تقول إياه ما بشرب الشاي، ما بشرب لا. الشاي هلا أتأكدت إنه ما بينفع لشي. طلعي عليه لساته طبيعي، كأنه ما صار له شيء بنوم. لك وهيبة شكرا كتير، بعد ما شربت الشاي خدي حسيت حالي حسنت وارتحت عن جد. طيب 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 بلبلي عروقي. صحة وهنا. طبعا انتم ما بتتذكروا ليه خليتيش اجا اللاعب ايرهان اونال من المانيا على جالاتا سراي. بصراحة بعرف شوي عن هالموضوع يعني. بتذكر انه كان في مباراة مهمة لجالاتا سراي وكانت قوية. بابا راح حضر المباراة بعدين فرشت عليها لما كبرت. برافو، ابوك محظوظ لانه حضر المباراة. نياله نحن ما رحنا بس سمعناها على الراديو. بتذكرها منيح، كانت مباراة حلوة. كان أوغور بمنطقة الجزاء بآخر 10 دقايق فوت جول. لساتني متذكر كل واحد فيهم وين كان واقف تماماً. وبريكاس بياخد الطابة وبيمرق من كل لعيبة الدفاع ومعه بطاقة صفرة، بعدين بيروح على جهة اليمين وبينطح الطابة وبيسجل جول، ووقتها بتصير النتيجة 2-0. مو معقول مو معقول مو معقول جول. هو متذكر التعليق والمباراة كلها ما شاء الله. خلص يعني هاد حاجة. بريكاس بياخد الطابة وبيغلط وبياخد بطاقة صفرة، بس بيروح على جهة اليسار وبيوقف بالنص وبيشوط الطابة وبيسجل الجول الثالث، وبهي الحالة بتصير النتيجة 3-0. خلص مستحيل نقدر ننسى اللحظات لو شو ما صار يصير. صدقوني اعزائي المشاهدين ما بتنسى. معلش فهمانين عليك. ياخذ اللاعب الطابة وبيرجعه وبيمشي فيها لقدام وبيركض وبيشوط على المرمى، وقتها بيسجل الجول الرابع بالدقيقة 80، يعني وقتها بتصير نتيجة المباراة 4-0. 4-0 4-0 مو معقول. شو بدنا نعمل؟ رح نستنى يسجلوا آخر جول وقتها بيهدى. طولي بالك. طيب يلا. تانجو من اليمين وميتين من اليسار ناطرين الطابة توصل، بعدين بيجي أونور من ورا. حمست. لحظة، تانجو أخذ الطابة وبيشوط على المرمى بقوة كبيرة وبيسجل جول. بتصدقوه سجل 5 جوال وهذا وهيك بيتأهل فريق جالاتا سراي للنهائيات. رح يلعبوا بالنهائيات. أنت منيح نهاد بيه؟ ممتاز، مو بس منيح أنا. أنا قايمة شوف شو صار له. لا بابا تخاف. حبيبي نهاد. أنا منيح. نهاد لا تخاف. لا تخاف يصير فيك هيك. هاد بسبب إكليل الجبل والأكلات البحرية اللي أكلها من شوي. لا وقتك. لا أخي ما لهم دخل. يا حرام بيزعل. شو هو حل المعادلة؟ ما بعرفه. ما بقدر أعرفه. وكان الأستاذ عثمان يضربني بالمدرسة لأني مو شاطر بنوب. يا الله نهاد. شو شفت نهاد؟ الموت. وينه؟ وهو شايفني. شو سويتي؟ شو هذا اللي شربتيه يا ليك؟ شو صار فيه؟ بابا حبيبي ما تشوف هالأشياء يعني خلاص نهايتي قربت. يا ربي انت لازم تطلع. رح ينتهي كل شيء إذا وصلت لهنيك يا وهيبة يا حبيبتي. شو سويتي؟ أنا عملت كل شي بقدر عليه. سامحوني بابا يا روحي. شو هدول الشغلات يلي عم شوفهم؟ بلشت تشوف شغلات غريبة. حبيبتي ريهان بتعرفي اني شو صار عندي؟ لازم ترتاح. عمار امشي معك. ما تطمني على بابا، ما رح يسوي. يلا كمان فوت لتعرفي. برافو هي قدرتي. خلي بابا هو اللي ينادي ريهان. انا ما قدرت. خليتي الزلمة يشوف الموت بعينه. ما حدا قال له يشوف شو ما شاف بطريقه. يا ربي بخيلك. جون كيفك انتي؟ جون انا بعرف انه تمادينا كتير معك كرمال ترجع ذاكرتك، يعني اخر موقف عمله بابا. مو مشكلة مو مشكلة، قضينا وقت حلو. تشرب شاي؟ ايه بشرب اجا بوقته. طيب ريهام أنا ما عم بفهم
كيف قدرت انسى هالطعمه؟ طيبه كثير ما بتنتسى. يسلم ايديكي. صحه وهنا. قريت الكتاب ولا لا؟ بلشت فيه بس ما كملته لسه. ليش؟ يعني لو فعلا نحن عشنا هذا الحب اللي مكتوب، فأنا كتير متضايق لأني بهالحالة ظلمتك. غريب ما عم بقدر اتذكر هاي العلاقة الحلوة بنوب. بس أنت ما عملت هاي التصرفات عن قصد. ومن ناحية تانية ما عم بفهم كيف قدرت اترك حريتي وكيف قررت اني ضل هون واشتغل، مع اني بعرف حالي اني ماني هيك. الواضح اني تغيرت. بفهم انك ندمان هلا؟ يعني ساعدك فقدان ذاكرتك هاد؟ ما عندك جواب ولا شو؟ ما اجا وقته. يسلموا ايديك على الشاي، بشوفك. ليك كمل قراية الكتاب، على الأغلب رح تقدر تتذكر شي من اللي صار. بشوفك. لك فهموني يا جماعة، شبكون ليش هيك ساكتين؟ من لما طلعنا من المشفى ما حكيتوا أبداً. قررنا نساعد جان. خلص حبيبتي مشي كرمال يشفى، بس هو اللي وصلنا على المشفى بصعوبة. هاد بسببك. معقول بتاكل وبتشرب شو ما طلع قدامك؟ طلع يلا. شبك ما نبهتك ألف مرة ما تحكي معي بهالطريقة هي؟ لا ولسه عم يطلع صوتك. يلا شلح من رجلك لشوف. خلصنا، ليش هيك عم تحكي؟ لازم تستحي على شيبتك. وين رايحين بهالوقت؟ على البحر. يعني بما انكم بلشتوا تتقاتلوا اول ما فتوا، فشكله رح تضلوا هيك كل الليل، لهيك رح نروح نتمشى شوي ونتسلى. يلا تصبحوا على خير. هاي خليت الاولاد يطفشوا. والله جد شو عم تحكي؟ انا السبب؟ انت السبب. على فكره انت ما سمعت حالك شو كنت عم تقول لما اسعفناك؟ انا وين بدي اخبي وشي من العالم؟ كنت عم تسب لما تخجل، ما تركت حدا وما سبيت عليه. لا تدعس محل ما شلحت كندرتك. ايه طيب ماشي. لك مو بس انا، عائلتي ورفقاتنا الكل عم يتعاونوا بس ما عم يتذكر أي شيء. ما لازم تستعجلي. ليكي حطي ببالك يمكن تكون هالفترة صعبة وطويلة. صح، بس كتير شعور بشع أنه اللي بتحبيه يطلع عليكي بعيون ما فيها حب بنوب. جربي طريقة تانية. كيف يعني؟ حاولي تتأقلمي مع الوضع اللي هو هلأ فيه. تصرفي على أساس أنك هلأ شريكة حياته وانسي أي شيء تاني. ليش لا؟ بابا بعرف إنه ريهام زعلانة مني كتير، بس صدقني مو طالع بإيدي أي شيء. بالنسبة إلي هي بنت شفتها من 3 أيام بس. طيب قلي شو رأيك بهالبنت اللي شفتها من 3 أيام بس؟ هي بنت كتير شريرة. يلي عم يصير مثل لما تكون بحلم بس مبينة إنه أحداثه واقعية، ولما تفيق ما تتذكر أي شيء، وقد ما حاولت تتذكر خلاص ما في أمل. هيك شيء يعني. لا تعذب حالك يا ابني، الوقت بيحل كل شيء. إيه منشوف. إيه منشوف. خد شو هاد؟ مفتاح بيت الجبل تبعك، استأجرت لك اياه مع غراضه. لا تقلي اني بعت بيت الجبل. لأنك كنت مضطر على بيعه. لك انا شو هذا اللي ساويته؟ شو اللي صار بحياتي ما عم بفهم. بس شكرا بابا، بظن الروحة لهنيك تفيدني كتير. تقدر تروح امتى ما بدك، رح ترتاح شوي هنيك، المكان يمكن يساعدك لتتذكر الماضي. شكرا كتير لك ابني حبيبي. خلصني هاد، بكفي بقى. تعال أخي فوت، الكل هون. مرحبا. جان
مرحبا، لا تقوموا خليكم قاعدين. أهلين ابني، يلا تعال فطار معنا. لا يسلموا سبقتكم وأكلت بالبيت، بس كنت خايف عليك من مبارح فقلت بجي وبطمن. كيف صرت؟ هو منيح لا تخاف عليه، فقد ذاكرته ونسي إنه معه مرض السكر وبلش يأكل بهالحلو، صار منيح. بالهنا والعافية. مبارح تعبتوا حالكم مشاني، يسلموا إيديكم، تعبتكم معي عن جد، شكرا. لك أنت شو عم تحكي يا ابني؟ ليش عم تشكرنا؟ نحن اللي زعجناك. لا لا بالعكس، شو هالحكي هاد؟ شو أمير جاهز منروح؟ ايه منروح، أكيد منروح. يلا بشوفكم بعدين. شوفكم. مع السلامة، الله معك ابني. نحكي ايه؟ باي بابا. يلا بالتوفيق لكم. يلا باي إن بنتي. باي، الله معك، بتمنى لك التوفيق كمان يا رب. بس بتعرف شغلة؟ يمكن صح هو فقد ذاكرته، بس هو أبداً ما فقد شيء من أخلاقه ولطفه. يعني عن جد هذا الشاب مميز كتير، بيضل مربى وابن أصول. لا أنت شو عم تسوي؟ معقول رجعت تأكل سكريات؟ عن جد عيب عليك، مو معقول أنت. ايه عن جد هو شاب كتير منيح، بس يا وهيبة هيك رح يخرب الأكل بالصحن، رح نضطر نكبه وقتها، لهيك أنا لا بكفي. حاجتك صرت أكل أكتر من اللازم، هلأ بيصير لك شي. شراب شاي، خلاص بكفي أكل. أهلين، صباح الخير ابني. صباح الخير ماما. أهلين. أنت منيح؟ رحت على العشاء؟ سمعت بهالشي، بعرف إنه هن أصروا عليك كتير، بس انتبه يا ابني، صحتك أهم من كل شي، اتفقنا ابني؟ إيه؟ لمعلوماتك أنا نسيان آخر سنتين بس، يعني متذكر كل شي مريت فيه معك. بالحقيقة بعدين تحسنت علاقتنا. من سوء حظك إنه ماني متذكر هاي الفترة أبداً، لهيك تركيني لحالي، عندي شغل ولازم خلصه. ماشي، بشوفك. كيفك نورا؟ بتحبي نتغدى سوا؟ اوكي، فكر بشي اكله. جيجي شو عم تعمل انت؟ بشو عم تفكر؟ فجأتني صاير عم تفكر. لما رجعنا على الشركة بعد وقت طويل، بتعرف مرقت شوية ذكريات قديمة قدامي، لهيك أول مرة التقينا أنا وجيهان كانت هون، وبعدين راحت وهي عم تضب شعراتها. عن جد؟ إيه. كيفك ليلى؟ منيحة جيهان، شو جابك؟ لازمك شي من هون؟ ايه، في شخص اسمه جيجي، مين هو؟ بدي شوفه. ليك قدامك. مرحبا. صدقني انت عن جد محظوظ، وامك رضياني عليك كتير، دواك ليك وعندي هون. شو يعني انت معك رقم موبايل جيهان الجديد؟ لا جيجي ما معي، انا بقصد شي تاني. اسمع لي هاي الاغاني، رح تعدلك مزاجك شوي. اسمع، رح روح وغسل ايدي ووشي وبرجع لك. ليش هيك عم يصير معي انا؟ مو معقول. شو ظلمتي تيوم، انتبه على حالك منيح. sonu gelir mi biter mi kilitlendi dilim. Sesler aynı mı? Duyamadım bugün. Düşen damla misali. Ş-
شبيك؟ الظاهر مزاجك كتير رايق أستاذ جيجي، عم تعيش أجواء رومانسية وما عم تشتغل كمان. شو صار؟ شافني جنبك يعني؟ حاكي قلي له من شان ما يقلعني. جيجي، في شغلة عم تنساها عطول، عندي صلاحية ألعك من الشغل. بس أنا في إلي حصة بهاي الشركة، يعني ما بتقدري تقلعيني بالمرة. جيجي. نعم. على فكرة بكل سهولة بقدر أشتري حصتك الصغيرة من هاي الشركة وبعدها بقلعك وبرجع بوصفك وبعدها بقلعك وبعدها برجع بوصفك وبعدها بقلعك لأمسح فيك الأراضي. ورح ترجعي توصفيني؟ طيب ماشي رح أشتغل. يلا على شغلك. واحد مهمل. إذا أنت هيك كيف موظو لكان؟ مين هالشيف المشهور؟ عنده فضول لأعرف. نورة طولي بالك رح نصل. رايحين لعند بياع السمك؟ لا مو لعنده. أكل إيطالي أو أكل فرنسي؟ لا لا. وهلا وصلنا. بقدم لك الشيف المشهور جعفر المبدع. أهلين أخي سليم. أهلين فيك جعفر. نفس الطلب؟ إيه نفسه. والمدام نفس الشيء؟ نفس الشيء. أعطوني دقيقتين. شو صار أميرتي؟ لا يكون ما عجبك. معقول ما يعجبني؟ فكر. أنا بحب هالأكل كتير، هي تاني شغلة مشتركة بيني وبينك. ممتاز، شيف يا ريت تكتر لي ياهن شوي. إيه تكرم، رح زبط لك ياهن. أيوة هيك. تعال خلينا ناخد صورة سوا. فكرة حلوة كتير، يلا بسرعة أنا جاهز. ابتسم شيف، أنت طالع بالصورة. أيه يلا. حلوة كتير. حلوة، رح أنشرها على الفيسبوك، شو رأيك؟ إيه فكرة بتجنن. خلصنا شغلنا كله جانبك، نزلنا الرقم لثلاثة، معك مهلة لبكرة لتاخد القرار النهائي. طيب. إيه وهدول هن كل النصوص بعد ما حذفنا منهم شوي، ورح ننطر لبكرة ونقدم حسب اختيارك. بكرة بلكن شو قراري. تمام. كل الحسابات موجودة هون. شو دخلني بالحسابات؟ هذا شغلك أمير. الملف في محلات تانية، بس ما رح نعمل شيء لتقرر أنت، وعلى هذا الأساس منتصرف. طيب أعطيني الملف ليلى. شكرا. تفضل ليلى. يسلم حبيبي. في شيء تاني؟ لا أبدا، ما بعتقد فيه، هذا كل شيء لليوم. تمام. بدك تقولي شي ريهام؟ خلينا نروح مشوار مع بعض. شو عم تحكي هاي؟ ما فهمت، شو عم تقولي ريهام؟ مشوار؟ اوف تعودنا نروح مشاوير. ايه صح دائما. كيف بدنا نروح وعنا شغل كتير؟ انا رايح على المزرعة، وصلك بطريقي؟ طيب ماشي جنبك، انا رح اخذ غراضي واطلع. يا ريت نروح مشوار، جاي على بالي غير جو. ادعو يغير رأيه ونروح ان شاء الله. ليش هيك؟ التربة متحجرة وكتير. أوف والله أهلكنا بها الشغل من لما راح جود، بتعرفي؟ لأنه يعني الأرض الشغل فيها بتعب لدرجة كبيرة. غريب والله، يعني هالشغلة ما بتسلي؟ نسيان شو كنت تقول؟ يلا يا جماعة خلونا ننزل على السوق، بدنا كتير أغراض، لازمنا تياب للشغل. ايه شو صار عزيز؟ ايه المهم هلأ أنا مبسوط ومتحمس وعم أحضن لزريعة كمان. تمام تمام ما في مشكلة، إذا تعبان فينا نريح. لحظة كأنه قلت نريح؟ ما في مشكلة حبيبتي، يعني ما نريح كرمالك أنت إذا تعبانة. أنا ماني بحاجة لأرتاح أبدا. أنا التعبانة وبحاجة أني أرتاح. إيه إيه. هالشغل متعب كتير عزيز. إيه والله وعن جد شكراً كتير، هالاستراحة أجت بوقتها، أنت عم تخليني أشتغل كتير. شو حلو الراحة. لا عن جد هالمرة مو معقولة. خير شبه عن جد وقحة كتير كمان، كتير زودتها. شوف. لا تهتمي حبيبتي، خلص انسي. ليك عزيز هي بتعرف منيح شو بيعني لي سليم، مو وقاحة اللي عم تعمله؟ ايه وقاحة، بس ليش لا تشغلي بالك فيها حبيبتي؟ طنشي. تمام خلص. طيب استنى شوي. استني علي يا نورة، بعدي عن سليم. أنا خلصت الاستراحة، بدي أرجع على الشغل. إيه ماشي حبيبتي اشتغلي. إيه تمام خلص عم بشتغل. إيه رح أشتغل أنا كمان. دقيقة شوي رح أشوف شو بعتت. أنا طلبت منك تبعدي عن زوجي شي؟ لا نورة هيك أنت عن جد زودتيها، حذرتك بس أنت تجاوزتي حدودك.
حاولي تهدي خلاص. شبك؟ كيف عم تحكي معي بهالبرود عزيز؟ مو معقول. اعذرني، ما فيني كون هادية مثلك. بعدين هي عم تتقرب من الناس اللي بحبهم لتعصبني، يعني انت معقول مالك منتبه على هالشيء؟ ناريمان اسمعي، انا ما رح اسمح لها، عم تفهم؟ انا ما رح اسمح لها تزعجني. وبتشوف حبيبتي، انت قلتيها بلسانك هلا، مو هاد كله مقصود. طبعا عم تعمل هيك لتضايقني. ايه مزبوط، معك حق. بعرف هالنوع من العالم منيح، يعني هدول اذا ما حطيتهم عند حدهم وعرفت توقفهم رح يضلوا يزعجوك كل ما اجتهم الفرصه. بتعرف هالشيء، هن بيضلوا يعملوا هيك مع الكل لانهم بيتسلوا بهالحركات هي، فهمت؟ شو عم ساوي؟ ليش عم ازعج حالي هيك برسالة اجتني على الموبايل وحكي على الواتس والفيس وغيره؟ أنا مراهقة شي؟ طبعاً لا. لا تعرف شو رح أعمل؟ بدي روح أحكي معه وش لوش وقلها كل شي، رح حكيها بوشها لهالشرشوحة، رح خليها تندم. ناريمان رح أروح لعندها وحكيها وش لوش ورح تشوف شو لا. رح أعمل. دخيلك يا ربي، عمل شو قليلة. هلا بتقتلها للمرأة. ناريمان، شو رأيك إنه نروح باليخت؟ نحنا كنا كتير نطلع باليخت سوا، ليش ما منطلع هلأ؟ نحنا كنا نروح باليخت؟ أوف، كنا كتير نحبه. فينا نطلع عالجبال كمان، ما في مشكلة. ما عم بفهمك، دائماً عم تتصرفي بشكل غريب. ليش هيك عم تقول؟ يعني هالشغلات بتعملهم دائماً، يعني هدول هواياتك. قلتي لي هواياتي لكان، بس هدول هواياتي مثل ما قلتي، يعني مانن هواياتك، لهيك استغربت. كلامي مو منطقي يعني؟ ايه شوي منطقي بس مو كله. كيف؟ لا ما في شي، خليك عم تسوق، ما رح لهيك، منحكي بعدين. هلا بدنا نجدف بالقارب، قصدي مو قارب، يخت. طيب اسمعيني وهدي شوي. انا هادية كتير، ما تخاف. ليكن اجوا. حلو كتير هالمشوار. ايه والله حلو. خلي عينك عليهم. طلع بوشة، شوف هالوش. شو؟ الكذب عم ينقط من وشة تنقيط دقيق. اسمعيني بترجاكي، اهدي شوي، لا تحصبي. خليك عم تطلع انت هلا. ايه سليم، استنى ثواني. سليم استنى شوي. وليه؟ نصيحة، خليكي بالسيارة. ليك شوفي، أنا كتير أسفة سليم، بس لازم أحكي معك بشغلة ضرورية. خليني أحكي. هي شغلة مهمة وكتير يا سليم. عن شو بدك تحكي؟ قليلي شو صاير؟ القصة. قصة؟ إيه، اعتبرها شو ما بدك، بس لازم أحكي لك هلا. اسمع، أنا لازم خبرك شغلة مهمة كتير عن جان وريهام. ماشي؟ ما رح خليكي تحكي شيء. لك أنتِ خليكي جوا. روقي خلص. خلص اهدي. سليم خليكي جوا. طيب شو رأيك نأجل هالحديث لبين ما نقعد وقل لك قصتي؟ بس لازم أخبرك بقصتي قبل ما تبلش أنت قصتك، لأنه هالمرة الشريرة هي نفسها بالقصتين، اطلع عليها شوفها. فهمت قصدي؟ مع حق، هي المرة خطيرة كتير يا سليم، بس هالمكان مانو مناسب لنحكي أبداً، مو قدام العالم شايفيننا كل الناس. حبيبتي عم بحكي معي. خلعوني. عم اسمعك يا قلبي. هاد الحكي لك، أنا قلت لك ضلي جوا، ما بتفهمي؟ انتي مجنونة. ليكي بترجاكي لا تساوي هيك، طلعي فيني وروقي. انتي ما بتعرفي انه هي تجاوزت بحياتها كتير صعوبات. سليم صعوبة. مو هيك القصة ابدا، رح يغمى علي اذا ما بتخليني اشرح لك شو صاير. اسمع، هاي المرة قلبها ماله موجود بنوب، ماله موجود. معناتها انتي ما عندك عقل كمان. شو قلتي وليك؟ ليش عم بتقولي عني هيك وليك؟ طيب انا ما عندي قلب. انتي ما عندك وحدة قليلة ادب. روح موتوها حبيبتي. خلص بترجاكي لا تعيي عندي. كثير نزلوها. بسيطة بتعرفي على حقيقتك، بعرفك من 30 سنة يا محتالة. بعدي عني، بعدي عني. شو عم تضرب؟ شو مجنونة؟ روحي من هون. ساعدني، اعمل شيء يا سليم. شو بدك تعملي؟ خلص خلص انزلي شوي. لا تضربي بهالشكل، روحي من هون. لا تحكي شيء. خلص حبيبتي تراجعي. انت مجنونة. حبيبتي روحي. شو هي نواياك الشريرة يا محتالة يا نصابة؟ بعدها عني، لا تفكريني عمي، انا شايفة كل شيء عم تعمليه. معلم، خلص يا حبيبتي. بدك احسن لك، ولك هي بتلبق لك، خذي والبسيها براسك. لا خلص بقى، اهدي شوي يا مجنونة. فشيت قلبي. طيب اسمعي، انت كمان اهدي. استني وليه؟ استني، خذي نقبري. يخرب بيتك. لا خلص بقى، خلص. لكن خذي قليل السوق بلا مربع. شوفي نحن اسفين سليم، نحن وروح وانت فوتي على السيارة. خلاص تنقلع بقى. بعرفك منيح وليك، الزامي حدودك احسن لك. وحدة قليلة ترباية نورية. شو هاد؟ نقلع يا شرشوحة. العمى واخيرا راحت. ما عم صدق.